بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اهلا بكم في حلقه جديده من ايات وحكايات. دايما احنا بنفتكر ان احنا بندي ربنا حقيقي. انت ما بتديش لربنا حاجه، وانت لو اديت كل حاجه هي ولا حاجه. ربنا حتى مش محتاج انه ياخد منك يعني، بس هو بياخد منك عشان انت تاخد بركه، بياخد منك علشان يقول لك قد ايه في شركه بيني وبينك، بياخد منك عشان هو بيحبك. زي ما يجي طفل كده ياكل ابوه في بقه حته بسكويته من اللي بياكلها، ابوه مش محتاج البسكويته دي، لكن عشان بيحب ابنه جدا بيقبل منه وهو فرحان ومبسوط ان ابنه بياكله. نفس الحكايه بتحصل معانا كتير قوي، ان احنا بنقعد نفتكر ان احنا بنقدم لربنا. لا حبيبي، خد بالك ولا حاجة خالص. واللي بيعوضك بيه ربنا أكتر بكتير قوي من اللي انت بتقدمه. لازم لما تدي، الكتاب المقدس قال المعطي المسرور يحبه رب. تعطي بسرور، تعطي وانت فرحان، تعطي وانت مش مستني حاجة في مقابل. يعني يقول لك كان في واحدة غنية جدا جدا من اسكندرية، جت محملة بحاجات كتيرة جدا للكاتدرائية البطرخانة، ودخلت الكاتدرائية عشان أيام البابا بطرس علشان تقدم الحاجات بتاعتها. فراحت بقى نزل من الجمال ونزل مش عارف، قعدت تنزل تنزل، خدوا الحاجات كلها وطلعوها للبابا، وراح بعت تلميذه قال له قول لها يا بنتي الله يعوضك. فنزل تلميذه ويقول لها قداسة البابا بيقول لك الله يعوضك. قالت له يعني ايه؟ يعني الله يعوضك، يعني انا ادب المشوار ده كله واجيب الحاجات دي كلها وهو كل اللي يقوله لي الله يعوضك؟ هو ده اللي بيدهوني؟ هو ده المقابل بتاعه؟ على الاقل ينزل يعني يقدم لها بقى فروض الطاعة والولاء ويحترمها جدا لانها ادت للبابا حاجات. يعني زي ما ناس كتير قوي تلاقيها بيقدموا مثلا في الكنيسه حاجه ويجي ابونا يقول له اهلا ازيك يا ابني، يقول ايه ده، بيقول ازيك يا ابني زي بقيه الناس اللي بيقدم زي اللي ما بيقدمش؟ طب ده انا جايب في الكنيسه مش عارف ايه وجايب ايه ومديهم ايه. لا حبيبي، انت لا اديت الكنيسه ولا اديت ابونا، انت اديت ربنا، وربنا يقبل منك. هو اللي هيعوضك، مش ابونا بانه يحترمك شويه ولا يبجلك ولا يحطك فوق الناس، لا خالص. واحد تاني يقول انا لما باجي بقابل سيدنا، بس سيدنا يعني فين سيدنا؟ اصل الراجل بيدي تبرعات لسيدنا، فهو لازم سيدنا اللي يستقبله، لازم هو اللي يحق. كل ده كلام فارغ، اللي بتاخده من ربنا اهم. الست دي زعلت جدا جدا من الانبا بطرس، البابا بطرس ده، عشان ما كل اللي بعته قال لها الله يعوضك. فالبابا بطرس سمع صوتها وعرف انها زعلانه جدا، فنزل وقال لها يا بنتي حقك عليا، على فكره اللي انا قلته اكتر بكتير قوي من اللي انت جبتيه. قالت له يعني ايه يا سيدنا؟ لا شوف الحاجات بتاعتي قد ايه. قال هات يا ابني الميزان الاباني. فجابوا الميزان اللي هو الكبير قوي ده، وقال حط كل حاجتها، ربطها كده وحطها في كفه. فراهم حطينا طبعا الكفه ايه الثانيه طلعت في السقف يعني. وراح جاب ورقه صغيره وكتب عليها الله يعوضك اللي هو قالها لها، وراح حاطط الورقه على الكفه الثانيه. راحت الكفه دي نزلت 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 نزلت، والثانيه قعدت تطلع 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 لغايه ما بقت حاجتها فوق خالص، والورقه تحت خالص تقلت قوي يعني. فراح البابا قال لها اختاري واحدة من الاثنين يا بنتي وامشي، خديهم وامشي، اللي ينفعك خديه وامشي. فقعدت تبكي بمرارة وقالت له سيدنا حقك عليا، انا ما كنتش اعرف ان كلمة الله يعوضك اللي انت قلتها اغنى بكتير جدا 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 من الحاجات اللي انا جبتها. ربنا بيعوضك، صدقني بيعوضك، بيعوضك عن كل تعب بتقدمه في الكنيسة، بيعوضك عن كل تعب بتقدمه في اسم المسيح، بيعوضك عن كل تعب لأجل المسيح نفسه. أي حاجة بتقدمها مش منسية قدام ربنا، ربنا ما بينساش حاجة خالص، وبيديها لك أضعاف زي ما قلت قبل كده، إن ربنا فعلا مش بينسى وعمره ما هيبقى مديون ليك أبدا. فلما أبونا في الكنيسة يقول لك الله يعوضك يا ابني، أعرف إنه هيعوضك، وخلي عندك إيمان من جوه إنه هيعوضك، وقول له يا رب أنا مش بقدم لك حاجة، أنا كل من يدك وأعطيناك، أنت يا رب اللي مديني، وأنا بس جايب الخير اللي أنت اديتهوني بديهولك. اديتني فلوس جبتها حطيتها في الصندوق من ورا الناس كلها، اديتني صحة جيت عشان أقدمها لك في الخدمة، اديتني مخ
جيت عشان اساعد بيه حد تاني. انت يا رب اي حاجه بتدهاني ابقى بقدمها لك وانا فرحان، وانا عارف ان انت هتعوضني. ربنا عوضكم كلكم عن محبتكم وتعبكم في خدمه المسيح. لالهنا كل مجد وكرامه من الان والى الابد، امين.